اخبار كبيره وتطورات عظيمه بتخص عمله اللونا 2 بتخص عمله لونا كلاسيك. تابع مع الفيديو للاخير صديقي، لكن قبل ما نبشر بالفيديو خلونا نمر مرور سريع قناه التليجرام لحتى نشوف صفقتنا الرابحه. صفقتنا كانت بعمله الـ AXS، طلعنا منها على 22 دولار، حققنا ارباح كبيره. صديقي انضم لنا على الرابط اللي باسفل الفيديو لتاخذ اهم التوصيات. وهلا شباب خلونا ننتقل للفيديو. شباب يوم امس كان مرتفع البيتكوين والعملات البديله من عدا عمله اللونا، وطبعا الارتفاع بشكل طفيف جدا، لكن هبوط عمله اللونا اكيد في له سبب. السبب اصدقائي هو دكوان مؤسس العمله، قام بجعل حسابه على تويتر حساب خاص لا يمكن لعامة الاشخاص يروا التغريدات الا في اشخاص معينين لحتى يشوفوا تغريداته. بالمختصر شباب هو ما اغلق حسابه لكن عمله خاص. هاي الحركة عملت قلق بعملة اللونا كلاسيك وعملة لونا الجديدة. ما بعرف انا شو قصده بهالحركة، لكن العملة بمرحلة تخبط وعدم ثقة، واللي عمله ضعف الثقة اكتر. وطبعا في اشخاص رجحوا كثرة الشتائم اللي اجت على حسابه على تويتر خلته يعمل هالحركة. انا مراقب كل حساباته على تويتر واكيد رح يصير في شتائم، لان في كتير ناس اتضررت منه. اتهامات موجهة لمنصة باينانس بانها مشتركة بانهيار اللونة وربحت كتير من الانهيار، لكن اوضح بسيزي باينانس بتغريدة بانه هو متضرر بانهيار اللونة بملايين الدولارات. مؤسس منصة باينانس طلب من شخص موثوق وبيمتلك معلومات ضد الفريق لحتى يستمر بالتحقيقات وانهيار عملة اللونة. بالمختصر مثل ما قلنا بالمرة الماضية لسه الموضوع ما انتهى. اذا تم الاكتشاف بانه دكوان له يد بانهيار عملة اللونة ممكن تكون نقطة سلبية للونة الجديدة، وفي اشخاص عمال بيتوقعوا ازالتها من منصة باينانس. شباب حاليا الامور مبهمة، معظم المحللين حكموا انه هذا المشروع فاشل حتى قبل اطلاق العملة، والجميع طالبوا باحياء عملة لونا القديمة، وحتى بعد اطلاق عملة اللونا الجديدة ما زالوا عمال بيطلبوا باحياء عملة اللونا القديمة. لذلك شباب حاليا في تصويت ومدته 4 ايام، موجود هذا التصويت على المنتدى الخاص بحساب فريق عملة اللونا الرسمي بانه رح يتم حرق عملة لونا كلاسيك بشكل التالي: بنسبة 1.2% من الارباح عند البيع. يعني صديقي اذا بعت مليون بينحرق 12000 قطعة من عملة اللونا، وطبعا رح تروح اوتوماتيكي على محفظة الحرق. هو طبعا هالشي هاد رح يقوموا فيها جميع المنصات، بهالشي رح تدعم عملة اللونا، وحتى الفريق ما بيخسر شي، بس مجرد حركة للبلوكشين من قبل المطورين واعدادات بسيطة من قبل اصحاب المنصات، وراح تتم عملة اللونا مستمرة بالحرق لحتى يوصل العدد الى 10 مليار. المهم شباب اذا تمت الاستراتيجية الموافقة عليها راح تكون عملة اللونا لها مستقبل كبير وراح تحقق ارباح كبيرة. هلا شباب اذا عم تلاحظوا العملتين عم بينزلوا مع بعض وبيرتفعوا مع بعض، وطبعا هالاقتراح هاد اجى بعد ما اكتشف الفشل حققته عملة لونا الجديدة، فلذلك اقترحوا هاي الخطة لحتى يرضوا المستثمرين ويعيدوا الثقة للعملة. بمجرد التفكير بهيك امر حاليا عمال بيتم التصويت عليه، امر جدا ممتاز لمستقبل عملة لونا. يعني عملة شيبا حققت ارتفاع منيح وعملنه عدده 500 تريليون، وبهالاقتراح هذا راح تكون النتائج مرضية للمستثمرين وللفريق. وانا اصدقائي بكل الاحوال راح تم اتابع الاخبار عملة اللونا عند انتهاء التصويت. دكوان رجل اعمال ما بتوقع يقفل حسابه ويسبب انهيار للعملة الا اذا ما كان في شيء عمال بيتحضر. صديقي انت خاسر بعملة اللونا بكل الاحوال، امسكها لنشوف شو هو المستقبل.
وهيك شباب بيكون وصلنا معكم بنهاية هذا الفيديو. إذا كنت أول مرة عمال بتتابعني، لا تنسى تفعل زر الجرس وتعمل لي اشتراك لحتى يصلك كل جديد من قناة عالم العملات الرقمية، وإلى اللقاء شباب بفيديو آخر.